ظلمني. واقف يا ابني هنا. الراجل ده شكله مريب قوي. تقريبا ليه علاقه بالنصبايا اللي احنا بنحقق فيها. شكله مش غريب عليا. مش غريب ايه يا قمر باشا؟ ده استاذ محمد وكيل المدرسه اللي مقدم البلاغ. ايه ده والله؟ اه والله العظيم. غريبة. شكله في الحقيقه غير على الكاميرا خالص. اه يا فندم، ما هي كاميرات المراقبه بتدخن 5 كيلو. ما علينا. شغل تاني. اها، هم دول مشروع فايزه؟ مشروع لبنى يا فندم. طب ايه المشكله؟ ما هم حلوين اهم. هم فعلا يا فندم مزكتهم مترقعه، بس هم نصبوا على مدام اشجار مرات اللي هو مشهور في 30,000 دولار. حسام، انت مش ملاحظ حاجه مريبه؟ المزيكا بتاعتهم فيها حاجه غريبه شويه. حضرتك بتفكر في ايه بالظبط يا قمر باشا؟ حسام، تنزل تدخل على النت. انزل ادخل؟ تطلع لي بفلاشه محمل عليها اغانيهم كلها. وحضرتك هتعمل ايه بالفلاشه دي يا قمر باشا؟ هشغلها في العربيه. اصلها حلوه قوي. والله يا قمر باشا انا كنت عايز اساعد حضرتك، بس للاسف هم ما لهمش اي اثر على النت، ولا على يوتيوب ولا ساوند كلاود ولا حتى انغامي. انغامك؟ لا، ده موقع يا فندم. كمان عرفت موقعهم؟ موقع هاي. الكتروني يا قمر باشا، موقع الكتروني. انا شايف في تفكير حلزوني. حلزونك ازاي؟ ده رايح حسام بيه. انت جايبينك تساعدني ولا تضللني؟ انا اسف يا فندم، انا بس كنت حابب الفت انتباه جنابك لحاجه مهمه، ان هم ما لهمش وجود في الوجود. دول نصابين بقى. جرى ايه يا قمر باشا؟ امال احنا بنحقق في ايه من الصبح؟ ايوه نصابين. هو حضرتك مصر تتعامل معاهم ان هم الفور كاتس؟ انا هعمل ستوب هنا. ايه ده؟ انت جننت يا حسام؟ انا شايف في نبره صوت عاليه. انا اسف يا فندم. وعمال تزعقلي. والله مش وقفت من غير ما اقول لك. انا بشرح بس. يا حسام، انا الوحيد اللي اقول ستوب هنا. يا فندم والله العظيم حضرتك عقيد مش مخرج. اها، اديك قلتها، عقيد، يعني اعمل اللي انا عايزه. يا فندم، انا بس كنت حابب الفت انتباه جنابك لنقطه مهمه قوي. حضرتك ملاحظ الكلب اللي معاهم ده؟ حضرتك ملاحظ الكلب اللي معاهم ده؟ اما انت عجيب قوي يا اخي، يعني تفصلني وتخرجني من المود وما تخلينيش اسمع الاغنيه اللي حبيتها عشان تقول لي مش ملاحظ الكلب اللي معاهم ده. يا فندم دي نقطه مهمه جدا. دي نقطه من اول السطر يا فندي. خلي بالك يا حسام بيه ان اسمك مكتوب بالقلم الرصاص بجره افتيك امسحك. يا فندم انا ما اقصدش حاجه والله العظيم، انا بس كنت بلفت انتباهك. انا شايف فيها هرتله اخلاقيه. هرتله ازاي؟ في قصور ذهني. الله يخرب بيت الوسطه اللي حلفتكم علينا يا اخي. شغل يا فندي، خلينا ننبسط. مزيكتهم حلوه قوي. ما تسكت يا حسام، الله احنا بنحقق وفي حفله كمان. يلا فكك، يلا. كده كده، هات من هنا وحط، هات من هنا وحط، هات من هنا وحط كده.